السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. وقفنا الفيديو اللي فات عند الحتة دي بالظبط، نبدأ نكمل عليها. عملنا إيه الفيديو اللي فات؟ مش أكتر إن إحنا عملنا أكشن اسمه آد بوست، والآد بوست ده بياخد الستيت اللي هي فيها البوستس دي، وبياخد الأكشن اللي أنت هتبعته اللي هو الداتا اللي أنت هتبعتها. بمجرد بس عملت لوج الأكشن فكان طبع لي، نقفل ده، فكان طبع لي اليوزر بتاعنا في الديسكريبشن والاي دي والتايتل، اللي هو اوتوماتيك بيضيفها في كي اسمه بيلود اوتوماتيك من عنده. وكمان بيديك الاكشن نيم التايب، يعني اكشن تايب اسف اسمه بوستس سلاش اد بوست، اسم ال اسم الكي بتاعك بتاع الريديوسر اللي هو بوستس اللي انت حاطه في الريديوسر في الستور، على سلاش اسم الاكشن بتاعك اللي اسمها اد بوست. طيب ولو جيت رحت ريدكس هنا هتلاقيه اوتوماتيك عمل نفس الكلام، الاكشن بتاعك اهو، ولسه مفيش اي ستيت، او لو فتحت الستيت هتلاقي ان البوستس بتاعتك فاضيه ومفيهاش اي حاجه. هنبدا بقى نضيف في البوستس، وبعد كده نسلكت البوستس دي جوه الفيو عندنا ونبدا نماب عليها. طيب اول حاجه هنبدا بقى نشغل الميثود بتاعتنا، هقول له ستيت دوت بوستس دوت بوش الاكشن دوت بيلود. عرفت منين البيلود؟ لان انا عارف ان هو ظهر لك، طبعا اختفى ماشي مش مشكله، كان ظاهر الاوبجكت بتاعك جوه البيلود ده كده. خلاص من ناحيه الريدكس انا كده خلصت الاكشن بتاعي، ناقص بقى اظبط كل حاجه من ناحيه الفيو. من ناحيه الفيو، الفيديو اللي فات احنا شغلنا فعلا الاكشن بتاعنا، ان احنا عملنا ديسباتش الاكشن بتاعنا، بس في مشكله هنعدلها من ناحيه الاي دي. قبل ما نعدل ناحيه الاي دي محتاجين نمسك كل البوستات. قال لك بقى في هوك جديد اسمه يوز سيلكتور، هوك جديد اسمه، تعالوا نجيبه اهو، اسمه يوز سيلكتور. اليوز سيلكتور ده عباره عن بياخد هنا كده ايه ده، نشيل كل برضه ماشي، نشيل كل الكلام ده. ده عباره عن هوك بتقدر من خلاله تمسك الستيت اللي في الريدكس، تروح تجيب الستيتس اللي في الريدكس. طيب هجيبها ازاي؟ قال لك ده عباره عن فانكشن بياخد الستيت كلها، وبعد كده انت بتقدر تجيب الستيت اللي انت عايزها. اول حاجه هقول له ستيت، فهو اوتوماتيك هتلاقيه راح عند الستور بتاعنا، لازم يعدي على الحاجات اللي هنا، لو في بوستس مثلا وحماده وابراهيم وتوفيق كذا مثلا ريديوسر، فبيعدي عليهم الاول. انت عايز الداتا اللي في انهي ريديوسر؟ عايز الداتا اللي في الريديوسر اللي اسمه بوستس، فما تنساش ابدا تكتب دوت بوستس. يبقى انت كده خلاص وصلت للبوستس، ده هيوديك للبوست سلايس، تروح للبوست سلايس. عايز بقى انهي ستيت؟ عايز الستيت اللي اسمها بوستس دي، فهقول له تاني دوت بوستس. طبعا دوت بوستس دوت بوستس ممكن يحصل لخبطه، فانت ممكن تسمي الباشا دي اي اسم تاني وليكن ايتمز عشان ما يحصلش لخبطه يعني، وتضطر للاسف تغير هنا كلمه ايتمز، وهتيجي هنا تقول له بدا البوستس ده اسم الريديوسر، وبعد كده تقول له هنا ايتمز بالشكل ده. فلو جيت هنا الستيت دي هنسميها بقى المره دي، نسميها احنا من نفسنا بوستس، هتلاقي جواها كل البوستات اللي اتضافت او اللي انت ضفتها اللي عمال تضيفها. طيب هنيجي بقى بعد كده نقدر بقى نعدي عليهم اللي هو بالشكل اللي قدامنا ده، هقول له بعد كده هات لي الليله دي كده، هات لي بعد اذنك البوستس لو موجوده، لو موجوده ان انت تسال على اللينس، اللينس لو هو اكبر من صفر تبدا بقى تعمل الاكشنز بتاعتك اللي احنا عايزين نعملها. ايه هي؟ ان انت تبدا تعمل ديف، تبدا تعرض التايتل، تقول له اعرض لي البوست دوت تايتل، اوبس البوست، انا اسف لسه ما عملتش ماب، انا اسف، لو البوستس مكتوبه نسيت اعمل الماب، هذا غباء مني، او هقول له هات لي البوستس دوت ماب، امسك بوست بوست وابدا اعرض المحتوى بتاعنا ده. الديفات دي تبدا تقول له بوست دوت تايتل، وكمان عايز البوست دوت ديسكريبشن بالشكل ده، وهيكون في اديت وديليت لكل بوست. لو رحت شفت كده طبعا مش هلاقي يوز سيلكتور نوت ديفايند، كالعاده بنسى اجيبهم اهو. في ايه يا عم؟ اعمل له امبورت، او عمل له امبورت جنب اليوز ديسباتش اهو، عملت ريفريش الدنيا تمام مفيش اي غلطه. هنيجي نبدا بقى، ما ظهرش اي حاجه لان مفيش بوستات. ممكن انت بدل ما انت عامل ان انا عامل اند كده، ممكن اقول له لو في بوستات خلاص اعرضها، لو مفيش بوستات اظهر هنا كده زير از نو بوستس، هتلاقي ظهر لك زير از نو بوستس. اوكي تعالوا نضيف، نكتب بوست 1
وديسكريبشن بوست 1 وادوس اد بوست، قام ضاف لي فعليا البوست بمنتهى البساطه. ضافه ازاي اهو؟ في غلطه هنا اعتقد، ان انا هنا دي بوست دوت ديسكريبشن، احنا كنا كاتبينها كامله مش ناقصه، اهو هتلاقي ضاف لك البوست ديسكريبشن بمنتهى البساطه. ضافهم ازاي؟ ما انت قلت له الاد بوست. ايه اللي هيحصل لو فتحت كده تاني الريدكس بتاعنا؟ اهو اهو، هعمل ريفريش من الاول وابدا على النظافه. اهو اول حاجه هقول له بعد اذنك انا هكتب بوست واحد وديسكريبشن لبوست واحد ودوست اد بوست. فايه اللي حصل؟ اهو عمل لك الاكشن اللي اسمه اد بوست، وراح ضاف البوستات، ضاف لك البوستات جوه كي اسمه ايتمز. اهو احنا جبنا بقى، احنا جبنا من من خلال اليوز سيلكتور، قلت له هات لي من الليستين، عدي لي الاول على الاسم البوستس ده، هات لي منه الايتمز وحطها جوه فاريبل اسمه بوستس. انا بقى عديت على كل واحد فيهم وبدات احطه جوه اليو اي عندي. ناقص بقى ان احنا لو ضفنا تاني، لو ضفني تاني بوست 2 كتبت هنا ديسكريبشن 2 ودوست اد بوست، هيضيف عادي. بس المشكله ان الاثنين دول ايوه بالظبط واخدين نفس الاي دي اللي هو واحد ده. طب هبدا اعدله ازاي؟ تبدا تعدله تقول له بدل ما هو واحد انا عايز كل مره كل مره ان انت تبدا تعتمد على الاري نفسه اللي اسمه بوستس ده، ما هو ده عباره عن اري، تشوف اللينس بتاعه. اول مره مش هيكون فيه لينس، يعني اول مره اللينس بتاعه صفر، صح؟ اول مره خالص مفيش اي عنصر، فاللينس بتاعه هيبقى صفر. تجمع عليه واحد، فاول مره الاي دي هيبقى بواحد، تاني مره هيبقى فيه في الاري ايتم واحد يبقى اللينس بواحد، تجمع عليه واحد يبقى الاي دي يبقى اتنين، وهكذا. لو انا رحت دلوقتي وعملت ريفريش وبصيت على الاي دي هات، هفتح كده انسبكت عشان اشوف بس ثابت الريدكس، وابدا اضيف مثلا اي حاجه اي حاجه واضيف ايتم. ادي اول ايتم، تعالوا نبص على الاي دي اهو، الاي دي اول واحد واحد، واعتمد ازاي؟ قال جاب لك البوستس دوت لينس، مفيش بوستس دوت لينس، هاتها من الاول، وبوستس بيساوي صفر عشان الاري بتاعتك فاضيه، ضيف عليها واحد خلي الاي دي بتاعك واحد. طيب تعال نضيف تاني اي حاجه بالشكل ده ودوست اد بوست، انا عامل ايه بالظبط؟ عمل لك كمان واحد ايتم جديد، هتلاقي الاي دي بتاعه اتنين، وهكذا. وضحت كده؟ يبقى انا بعتمد على اللينس وبعد كده بكمل. ممكن بعد كده بقى انت تفضي هذه الانبوتس ازاي؟ يعني عادي خالص، بعد ما بتخلص ال هنا كده اون كليك، بعد ما بتخلص الديسباتش بتاعك تقدر تقول له سيت نيم او سيت بوست تايتل او سيت تايتل بي فاضي، وست ديسكريبشن بي فاضي بالشكل ده، عشان لما تيجي تضيف بعد كده اي حاجه وتدوس اد بوست فمفروض دول يتمسحوا. هيتمسحوا ازاي؟ ما تنساش ابدا ان انت تفضل تكتب الفاليو جوه كل واحد فيهم عشان الفاليو تفضى. يعني اقول له فاليو هتكون عباره عن اللي هنا هيكون فيه تايتل، وهنا هيكون فيه الديسكريبشن بالشكل ده. تعال نجرب تاني، كتبت اي حاجة ريفرش من اول وجديد، كتبت اي حاجة اي حاجة اب بوست، هتلاقي الدنيا فضيت 100%. يبقى كده بمنتهى البساطة عملنا اول حاجة الاكشن بتاعنا، مجرد الاضافة بقول له ستيت هات لي الايتمز، الكي اللي اسمه ايتمز ده ضيف جواه الاكشن دوت بيلود. عرفت منين الاكشن دوت بيلود؟ عشان انا وانا بستخدم هذا الاكشن اللي اسمه اد بوست بعت له اوبجكت، واوتوماتيك الريدكس تول كيت بتحط الاوبجكت ده جوه كي اسمه بيلود. فانا قلت له اكشن دوت بيلود ضيف لي كل الاوبجكت ده جوه الاري. وما تنساش فكره الاي دي عشان تعتمد على البوست تنس بالشكل ده. وبعد كده فضيت الانبوتس بتاعتنا، ولما تفضي الانبوتس لازم تكتب الفاليو عشان يرجع يقول الفاليو فاضيه يعني. طيب ممتاز جدا جدا، ده كده مرحله اضافه البوستات. ان شاء الله الفيديو الجاي هنبدا نعمل امبلمنتنج لمرحله الديليت. اتمنى يا رب محدش ينسى كالعاده، محدش ينسى، يدعي دايما ان ربنا يحسن خاتمتنا ويثبتنا عند السؤال ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو واضح، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله.